السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا سهام من ححة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك عمك وريبك. الله يطول عمرك لالا سهام. والوليدات والموالين كاملين. الحمد ربي على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. أنتك عمك وريبة متالية مع أمي حيتي مريضة. لا إله إلا الله. والأب ديالي مطفات الشهر الله يحمه مسكين. الله يوسع عليه الرحمات. 20 عام دابا فاش مات. يا رب ترحمه رحمة واسعة. ويت كان من خريطة الضغط الرقم ديالو وتعطيها للاستحسان اللي تواصل به من الفقيه بن صالح. اياه. الله يرحم عليك الوالدين. واخا بنتي بإذن الله لالا سهام. اياه بإذن الله. الله يجزيك الخير الله ياخذ الرقم ديالك في الجنة إن شاء الله. يا رحمن يا رحيم بنتي سهام بإذن الله واخا. واخا ناخذ معنا السي المهدي، السي المهدي في الإخراج وفي تلقي المكالمات غنطلب منه يحتفظ بالرقم ديالك السي لالا سهام إن شاء الله وربي يسخر بإذن الله. أسمو داك الأخ أسمو من أسمو ذكرني بالسمية ديالو. في الجنة إن شاء الله حنا وياك. يا ربي هذاك الشريف أسميته ذكرني بالسمية ديالو. سي حسن من الفقيه من صالح. أييه واخا أنقلب على التليفون ديالو إن شاء الله ونواصلك معاه بإذن الله. شكرا لك لالا سهام. يا ربي يا كريم يفرحك ويسعدك وينور الطريق ديالك بفضل الله وجود الله وكرم الله. لالا سهام الله يرحم الوالدين وربي يشافي من كان مريض ويعطيه الصحة والعافية، واللي مات الله يسكنه فسيح الجنات. الله تعالى رحمن رحيم ودود لعباده. يبدو أن أختنا سهام عازبة وكنتذكر بأن الأخ حسن من الفقيه بن صالح أيضا يرغب في الزواج، ورحم الله من ساعد على جمع بين رأسين في الحلال. أسأل الله تعالى أن يوفقكما ويسعدكما في القريب العاجل يا رحمن يا رحيم. وكما ذكرت سلفا بأن قضية الزواج بين الشباب والشابات، يعني لو فكرنا في طريقة من الطرق للجمع ما بين هؤلاء الأبناء، ولو كلقى صعوبة مثلا إنسان من مدينة وكي يتعرف على شاب آخر من مدينة أخرى صعب كثير باش يوقع الاندماج، لأن كل مدينة وكل إقليم له خصائصه له تقاليده له أعرافه. فالأماكن الجنوبية لها طبيعتها ربما قد تتنوع عن الطريقة الشمالية أو الشرقية، هو جميل أن يكون هناك نوع من الاندماج، لكن أسهل أنك تجد إنسان يفهمك في تقاليدك وعاداتك ويندمج بسرعة مع الأسرة. لهذا كنت منا إن شاء الله داخل كل إقليم من أقاليم المملكة الشريفة أنه يتم واحد المكتب خاص داخل الجماعات المحلية، دوره هو أنه يساهم في تقريب الراغبين في الزواج، على أمل أننا ندير واحد العرس جماعي في كل صيف. كل صيف يكون هناك عرس كبير جدا من يشارك فيه الشباب والشابات الراغبين في الزواج. كيف يحصلون على المعرفة فيما بينهم؟ عن طريق مكتب يفتح داخل الجماعات المحلية، أن من يرغب في الزواج يقدم طلبه، تكون هناك لجنة وتختار هذه الطلبات وترى الصفات المطلوبة في هذا الشخص أو ذاك الشخص، ثم يتم التوفيق. ثم لما يتم التراضي يسجل اسمه لكي يكون من بين العرسان الذين سوف يستفيدون من العرس الجماعي الكبير الذي سوف تقيمه الجماعة، وأيضا يكون متناسب مع جميع الجماعات في المغرب حتى تكون فصل الصيف يكون كله أفراح ويكون كله مسرات. لماذا؟ لأن في زمن الكورونا سنتان متتابعتان عجاف كان الزواج قليل جدا، وبالمقابل نسبة الطلاق مرتفعة جدا. ولكي نستدرك ما فات أننا نخلق الفرحة
ونخلق السعادة والبهجة لأبنائنا وبناتنا. الأمر غير مكلف، لأننا كما عدنا بيانات، قاعدة بيانات على المواطنين، كذلك في الجماعات عدنا سهل أن نجمع قاعدة بيانات على العازبين والعازبات. يذكر في الإنسان بيانات عن نفسه ثم الصفات الشريك المطلوب، ويتم التوفيق بين هذا وذاك. والعرس يكون في قاعة كبرى أو في ملاعب رياضية، ملعب رياضي كبير يقام فيه عرس، مثلا طاطا عرس بالطريقة التقليدية ديال طاطا، عرس آخر يكون في الشمال، آخر يكون في الجنوب، آخر في الوسط، آخر وهكذا. غتصبح عندنا أعراس كثيرة، وننقل مجموعة منهم على صفحات الإعلام والتلفاز، ونخلق الفرحة والسرور لدى الجميع. طبعا هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية هي أن المصالح ديال الدولة تقدم الدعم لهؤلاء الشباب المعوز على الحصول على سكن بثمن رمزي، وكذلك الفرصة ديال الولوج للعمل أو إقامة مشروع صغير، بيع أو شراء أو فلاحة أو غير ذلك لكسب قوته. وكل شخصان زوجناهم واستقروا حصلنا على أسرة مستقرة، أسرة مباركة داخل أرض الوطن. هذه الأسرة راه غتجيب لنا الخير الكثير، راه ملي غادي يخدموا الزوج والزوجة ويربيوا ولادهم راه غيخلصوا الضريبة وغادي يكثروا من الخيرات، والفلوس غتدخل من هنا ومن هنا ومن لهيه، وكل شيء غادي يربح، كل شيء غادي ينجح، وكل شيء غادي يحصل على المطلوب ديالو. فكنطلب الله تعالى يوفق المسؤولين في هذا البلد الأمين في هذا الجانب الاجتماعي، يفكروا فيه بوسائل بسيطة لكنها عميقة الأثر، قد خلق الفرحة والسرور في قلوب المغاربة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.